أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من يخل بترتيب الصلوات بأن يقدم المغرب على العصر بعد قيامه من النوم؟ هذا لا يجوز ولا تصح صلاته. ترتيب واجب. أولا، لماذا ينام ويخرج الصلاة عن وقتها؟ هل غلبه النوم ويريد القيام لكن غلبه النوم؟ هذا معذور. أما إذا كان هذا خطته، هذه سياسته، أنه يقول بنام متى ما قمت أصلي، هذا لا يجوز له ولا تصح صلاته. إذا أخرجها عن وقتها لا تصح ولا تقبل عند الله عز وجل، لأنه أخرجها عن وقتها متعمدا، فلا تقبل عند الله عز وجل. لكن عليه التوبة إلى الله وترك هذا العمل، محافظة على الصلاة، محافظة على الصلاة. ثانيا، لابد من الترتيب بين الفرائض، لازم من الترتيب، ولا تقدم واحدة على الأخرى، وإنما يسقط الترتيب بالنسيان. إذا نسي صلى وهو ما درى أن عليه صلاة قبلها، صلى صلاته وما درى أن عليه صلاة قبلها حتى فرغ، صلاته صحيحة ويصلي التي قبلها، فيعذر بالنسيان، يعذر بالنسيان في هذه المسألة. أما إذا كان متعمدا للتقديم صلاته غير صحيحة. نعم.